السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هناخد حل على يونت 6 الوحدة السادسة، وهي بتتكلم على المبني المجهول والمبني للمعلوم في أزمنة المضارع، وطبعا معانا أزمنة المستقبل. بسم الله الرحمن الرحيم. اول جملة a lot of many. بفكركم قبل ما نقول بالكلمتين، بفكرنا بايه؟ بالقاعدة مفعول، المفعول به وverb to be حسب الزمن والتصريف الثالث. خلاص، القاعدة الأساسية معنا المفعول، verb to be حسب الزمن والتصريف الثالث. A lot of many الكثير من المال. On food, medicine and education every year. عندنا every year طبعا هنا زمن المضارع، وعندنا a lot of money الكثير من المال هنا معناها مفرد. ليه؟ ان اسم money اسم لا يعد، اسم ايه؟ حتى لو قال لي الكثير من، برضو اسم لا يعد، يعامل معاملة المفرد، وبس هو جمع، معناه جمع، لكن يعامل معاملة المفرد، فبناخد is spent التصريف التالت. I can see dust coming out of the window are the windows وايه ونقط. انا استطيع ارى التراب يأتي من خارج الشباك. هل الشبابيك نظفت؟ هل النظيف ايه؟ قال لي ايه بقى؟ مفروض ار والتصريف التالت، ماشي، بي كليند، طبعا ما ينفعش نقول بي ايه؟ بي كليننج مستمر، طبعا ما ينفعش. طب كليند تنفع، بينج كليند تنفع، يبقى انا عندي اتنين ينفعوا، بس انا هاخد بينج كليند. ليه؟ ان هو الفعل التنظيف مستمر. وقال لي كمان بصوا كده الجمله الاولانيه، اي كان سي داست كومينج، كم ايه؟ كومينج ان هو الايه؟ تراب ياتي شغال. يبقى الجمله الثانيه هي نفس الجمله زمن الجمله الاولى. ايجيبت باي thousands اوف بريتش tourists ذس سمر. رحم الدين از فيزيتد، ويل بي فيزيتد، كان فيزيت، is visited، طبعا هنا غير عاقل، مفروض verb to be والتصريف الثالث، وعندنا will be والتصريف الثالث، فهناخد will be. ليه؟ عشان بيقول لي this summer، هذا الصيف، يبقى حاجة لسه ها تحدث مش مضارع. I am working at home، مضارع مستمر. Today because my office is painted، is painting، will be painted، is being painted، طبعا قلنا مستمر يبقى is being painted. My brother wants buy someone when he paints the house. جاب لي to be helped، to helping، to be helped، to help، فهناخد ايه ده؟ عندي want من الافعال زي بدأت am و is و are going to، want to، like to، اي فعل مع to، فانا باخد be والتصريف التالت. ستة، this museum be over 1000 سوري 1000، يبقى 1000 كام؟ 1000 people every day. ايه ده؟ this museum، هذا المتحف، جاب لي is visiting، is being visited، is visited، ويقول لي every day مضارع بسيط، يبقى ناخد مين؟ is visited، مش هيبقى مستمر طبعا، المديني every، مادام جايب لي خيارين ينفعوا، يبقى هنا لازم يكون مديني كلمة دالة. رقم سبعة، the street lights on the motorway، the street lights on the motorway being repaired are repairing، will repair are being repairing، يبقى زمن مضارع مستمر. ليه؟ اولا علشان هنا بيقول ايه؟ الشارع نور الايه؟ الشارع على الايه؟ الطريق ماله؟ بيتصلح، يبقى ده فعل مستمر. the arrangement for the party tomorrow يبقى على طول مستقبل. طيب مستقبل ايه؟ يبقى will و be والتصريف الثالث، will be discussed. all the questions، كل الأسئلة، on the paper، على الورق. will answer، have to answer، must answer، ده كويس والله، هنا مش فيش كلمة دالة،
مفيش كلمه ايه، كلمه داله كله افعال ناقصه، افعال ايه ناقصه بس، ما ناقص ومصدر، ناقص ومصدر، ناقص ومصدر. هنا must be answered be والتصريف التالت، يبقى علشان مبني لمين؟ المجهول، ان هو شيء غير عاقل. كل الاسئله ايه يجب ان تجاوب على الورق، في الورق. The new supermarket chain next May. next ايه؟ May. next يبقى زمن ايه ده؟ زمن ها؟ مستقبل. طب قال لي will launched؟ لا. ليه؟ علشان لو هي في المستقبل كنا كان جاب لي ايه؟ will be launched. لكن هنا ايه؟ is going to be launched، مستقبل قريب. رقم 11. In Japan buildings to withstand earthquakes. في اليابان المباني مالها بقى؟ to withstand earthquakes. طبعا مصممه للايه؟ علشان الزلازل. الحمد لله مش عندنا. have constructed are constructing ايه؟ ار وتصريف ار ان جي، ما ينفعش مبني المجهول. هاد والتصريف الثالث ماضي تام، عندنا ار والتصريف الثالث. This secret should not to anyone. ايه ده؟ This secret، هذا السر يجب ان لا، ده مبني المجهول، يبقى بي والتصريف الثالث. رقم 13. Most children are strongly by their parents. عندي هنا معظم الاطفال are، تمام؟ strongly يبقى نقول ايه؟ influenced. influenced تبقى طبعا verb to be والتصريف الايه التالت. don't worry you by a very famous lawyer. ما تقلقش انت ها بواسطة مين؟ بواسطة محامي مشهور جدا. يبقى هنا مبنية المجهول طبعا. قول ايه؟ will represent representing will be represented. تبقى هناخد will و verb to be والتصريف التالت عشان مبنية لإيه؟ للمجهول. رقم 15. we always eat when the food. إيه ده؟ نحن دائما نأكل عندما الطعام إيه؟ is prepared، طبعا يكون جاهز. طبعا دي عادة دائما، يبقى لازم المفعول و verb to be اللي هو is والتصريف التالت. واحد يقول لي was prepared، لا ليه؟ اقول لك يا عم الحاج always مضارع بسيط. ايه مضارع بسيط؟ طب واحد يقول لي ايه؟ صلى على النبي عليه الصلاه والسلام، ما انت قلت لي قبل كده في الماضي البسيط لما كنت بتشرحه في الوحده الاولى ان always بتيجي في الماضي البسيط. اقول لك اه بس always والتصريف الثاني، لكن هنا always والمصدر، يبقى مضارع مش ماضي. لكن لو قال لي always it كنت قلت له ايه؟ was prepared. اوكي بس today almost any information you need on the internet. طبعا كلنا بنستخدم الانترنت، مش ايه ومن غصب عننا طبعا، مش عايزين نتكلم في بنجيب سيره حكومه. يلا يلا خليها معانا. finding to be found can found can be found اللي هو فعل ناقص وبي والتصريف الثالث. رقم 17. the summer olympics every 4 years. كل 4 سنين صح؟ لا اه يبقى مضارع بسيط. ايه مضارع بسيط؟ يبقى are held. 18. 18. be careful your name in 2 minutes. كن حريص، كن ايه؟ كن حريص. اسمك سينادى، خلي بالك بقى ركز بقى، اسمك هيتنا ايه في دقيقة ايه؟ في دقيقتين. يبقى ده على طول will be called. colored clothes الملابس الملونة، مالها الملابس الملونة؟ must wash must be wash طبعا must وبي والتصريف الثالث، ما فيش الا هي، لازم المبني مجهول مفعول verb to be حسب الزمن. الزمن هنا فعل ناقص يبقى ناخد بي والتصريف الثالث، لكن هنا should wash are washing must wash ما فيش الا هي must be washed. 20. the strong needs a lot of the astronauts a lot of training about how to examine and fix the equipment. giving gives are giving ايه ده given، يبقى على طول مفيش الا ايه verb to be والتصريف التالت. tomorrow afternoon يعني ايه؟ يعني امبارح
غد، لا ده بكره، ده بكره، بكره بعد الظهر ان شاء الله يا رب. قول يا رب، قول يا رب. ذا استرونوت رائد الفضاء ويز تو اذر استرونوتس تو ا سيكريت لوكيشن. يا سلام. از تيكن از بينج تيكن ويل تيك از تيكينج. هتبقى از بينج تيكينج اللي هو المضارع المستمر. تمام. طب مضارع مستمر ازاي؟ مضارع مستمر، طب ما خدتش مضارع بسيط ليه؟ ما هي عندي اتنين فاها از والتصريف الثالث، وعندي از بينج والتصريف الثالث. قال لك ما انا عندك تومورو مستقبل. طيب مستقبل كنت خدت ويل، ماشي، بس ويل وبي والتصريف الثالث. ايه ده؟ طب ما قال لك في قاعده بتقول ايه؟ ان المضارع المستمر يعبر عن المستقبل، علشان كده خدنا مين؟ از بينج تيكن. ماشي، بجاوب على الاسئله قبل ما تسالوها. ذا استرونوت سينكس ذا ليك كوايت كويكلي. ويل ريبير از ريبيرد ويل بي ريبيرد. طبعا كويكلي بسرعه، يلا جو. اي ثينك يبقى على طول ويل ويل بي والتصريف التالت. من قواعد ثينك ان ثينك بيجي بعدها ويل ويل ايه والمصدر. 23. There are two or three little things. يوجد اثنان او ثلاثة اشياء صغيرة. ذات ات. طب هنا عايزين مبني للايه؟ للمجهول. عندي need to be locked. need to be والتصريف التالت. عندنا تكوين ينفع. are looking. ايه ده؟ لا ما ينفعش. will look. ايه ده؟ برضو ما ينفعش، مبني المجهول. need to look. برضو ما ينفعش، ما فيش الا واحدة بس اللي هي need to be locked. is the exercise now. حس عسل قوي. جايب لي is ومفعول وايه وناو، يبقى ناخد مين يا رجاله؟ being والتصريف التالت. the amount of energy we use every year. every ايه؟ every year. okay. can reduce must reduce. مصلى بينا على النبي عليه الصلاه والسلام. must be reduced. must be reducing. لا احنا عايزين مبني للمجهول يا عم الحاج. عندي every year مفعول غير ايه؟ غير عاق، صح ولا غلط؟ المهم، لا ده عندنا ذا amount of energy، يبقى ناخد must be reduced اللي هو التصريف الايه؟ التالت. رقم 26 a new space station. محطة فضاء جديدة. مالها بقى؟ مين اللي فتحها؟ ده كوبري جديد اتعمل واتفتح؟ ولا مدينة جديدة؟ لا، ده طلعت محطة فضاء جديدة. in the future في المستقبل. طبعا ده الراجل حلو قوي، قال لك ان ذا فيوتشر في المستقبل. از بيلت. لا مبني المجهول في المضارع. لا شود بيلد. شود والمصدر لا، ويل والمصدر اذا ده مستقبل. لا انا عايزه بي والتصريف الثالث، يبقى ويل بروبابلي بي بيلت. وكده خلصنا الجزء الاولاني. فيديو حلو اهوت صغير علشان تتفرجوا عليه. استنوني الجزء الثاني ثاني يوم، واللي اتفرج عليه بقى بعد كده لسه شغالين في البدري هيلاقي الجزء موجود على طول في قوائم التشغيل للصف الثاني الثانوي نظام جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الثاني لا الثالث سوري معلش يا جماعه الثالث. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.